بصوا بقى نجوم، احنا بقينا اخوات وان كنتوا اخوات اتحاسبوا. انا هاخد 2000 جنيه على ايه؟ صحيح، على ايه؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ معلش انا متهور شويه، انا هخلي اخويا عسليه هو اللي يتكلم. سيبني انا طلعت كبيره ايه؟ بص بقى، طالما بقينا اخوات وإذا كنت اخوات ايه؟ اتحاسبوا. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طب زيد النبي صلي عليه الصلاه والسلام. واذا كنت اخوات اتحاسبوا. احنا هناخد 1500 على ايه؟ صحيح، على ايه؟ اسكت بقى. بص يا نجوم، احنا بقينا اخوات صح؟ احنا نخلصها على 1000 جنيه. على ايه؟ صحيح، على ايه يا جلال؟ احنا بنهزر معاك واحنا لسه اخوات جداد على بعض. عشان نفك كده. بصوا بقى اخواتي، احنا لسه اخوات جداد، يمكن انتوا ما تعرفونيش كويس. اخوكوا زمارة ليه باع كبير في المجال. انا بدأتها من تحت الصفر، اشتغلت مع الاستاذ محمد ثروت. فاكرين اغنية بلدي بلدي يا بلدي؟ انا اللي كنت بقول بلدي يا بلدي، انا اللي كنت سايق المركب، والاستاذ علي الحجار شافني واعجب بيا، قال لهم هاتولي الواد اللي في المركب، قلت له زماره واشتغلت معاه. فاكرين اغنيه قالوا زمان يا غنيه وغروره، وقول لعلي يغره ويختار مصيره. بعدها ايه؟ انت غنيت ايه بقى في الاغنيه دي؟ طب هما ما سألوش، انت اللي هتفضحني؟ كذاب مغرور، قال مش بيحبنا. دي عملتها مع الأستاذ محمد فؤاد. الأستاذ محمد فؤاد وأنا بغنيها معاه، أستاذ إيهاب توفيق شافني وأعجب بيا، قال لهم هاتولي زمارة. رحت بقى اشتغلت مع الأستاذ إيهاب توفيق، اشتغلت معاه أغنية يا سلام يا سلام يا سلام. هو تعب في التالتة، أنا كملت التلات سلامات اللي بعديه وكملت معاه، وعملت معاه أغنية يا نار يا نار يا نار. تعبت من الغنى مع الأستاذ إيهاب توفيق. ملخص اللي أنا عايز أقوله لكم، المفروض دلوقتي تليفون بيجيلي. اخواتي حبايب. تليفون يا زمارة. ايه يا عسلية؟ تليفون يا ترى جايلي من مين؟ 0500 5000 2000 1500. ده تامر حسني. تامر حسني كنسل عليه. بقول لك تامر حسني كنسل عليه يا عسلية. اخر مرة على الام وعلى الاب بقول لك تامر حسني كنسل عليه. انا كنسلت عليه ليه؟ عشان لو كنت اخوات اتحاسبوا. بس كده، عشان انت اخواتي والقعده مع اخواتي بالدنيا وتسوى الدنيا. 2000 جنيه احنا بقى. حبيب اخويا، بصوا بقى، انا الفتره اللي فاتت معروض عليا 900 فرح. 1000؟ لا 1000 هيبان ان احنا بنشتغله. يعني 900 مش هيبان ان احنا بنشتغله؟ طب بس بقى بس، وانا اخترت منهم فرح واحد، وعايزكم تقفوا جنبي يعني في الفرح ده، ونحط ايدينا في ايدين بعض، واخواتي نجوم يعني ومصيطين، ونعلي بعضين. حلو قوي الكلام ده. بصي بقى يا اخويا، احنا كلنا اخوات. اصلا ما دام احنا اخوات وكنتوا ايه؟ اتحاسبوا. شربونا شاي وادينا 500 جنيه. ايوه اخواتي يا نجوم، اخواتي استبيتوا وهتبقوا معانا في الفرح. ماشي طبعا. انا بقى نسيت اعرفكم. حبيب ظريف جميل لطيف. ما شاء الله. لا انا مش بشكر فيه، ده اسمه. يمكن انتوا ما تعرفونيش قبل كده. وهيعرفوك منين؟ ما تبص حبيب، انت بتتدخل ليه؟ يلا حبيب، يلا هسمعكوا بقى التيمه اللي عايزين نلعب عليها. سمعنا يا سيدي. قول راس الفا. راس الفا. ايه مش ده؟ لا معلش، هو بيحاول. بقول راس الفا. ده ما خدتهاش في الاوبرا. اوبرة ايه يا ابني بتاع الكبده؟ ما تخلينيش اجرسك قدام الناس. ايه؟ هات راس الفا. يا بنت الناس يا محترمه، في وسط الناس يا محترمه، يا كوفي كوني محترمه، في وسط الناس يا محترمه، يا كوفي كوني محترمه، في وسط الناس يا محترمه. صحابي قالولي محترمة، جيراني قالولي محترمة، محدش ماشي في الشارع إلا لما قالي محترمة، جيراني قالولي محترمة، صحابي قالولي محترمة، عمامي قالولي محترمة، خلاني قالولي محترمة، محدش عندي في العيلة إلا لما قالي محترمة، حمو قالي محترمة، خالد قالي محترمة، سعيد قال محترمة، محدش عندي في الشارع إلا لما قال محترمة، سعيد قال محترمة. طب عرفوا منين يا
محترمة يا بنت الناس يا محترمة يا محترمة يا محترمة يا محترمة يا محترمة يا محترمة. ايه يا زفت الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ ايه يا بنت ده يا بنت احنا في مدرسه ولا ايه؟ في جاره في البيت ولا ايه يا مباك؟ امبابه يا باشا اتفضل. شكرا. ولاد امبابه صفا انتبه. الحقيقة يا عم الورقة سلية عم صفا ما كان انتبه. علمه كده صفا. اه كده انت اه. ايه الوردة اللي انت لابساها دي يا عم؟ ايه ظابط في الجنينة؟ هو انا مصحياكم عشان اهزر معاكم؟ هو انتم مستوى عقليتي عشان اهزر معاكم واتكلم معاكم اساسا؟ هو في ايه؟ اصحى صحي اللي جنبك ده. اصحى بقى. ايوه ياما انت مصحيانا ليه؟ في ايه؟ ما انا هتكلم. اديني فرصة صفا. وقفوا كويسين. حاضر ياما. الزاموا حدودكم. انت يا فندي اللي نايم انت. الموضوع مش مستحمل نوم. الموضوع عاوز شويه سخونيه. عاوز شويه ضمير واخلاق. حاضر حاضر. انت مرات ابونا ولا ايه؟ اخرس. انا امك. وعشان انا امك انا اتطعنت في كرامتي في بيتي. بتسرق في بيتي يا كلبه يا عدمات التربيه. يا لهوي يما البيت اتسرق. اتسرقنا يا نهار ازرق. لا انا فتش المنطقه كلها. حاره حاره. امي ما اتسرقتش يا جدعان. حفظاكوا. حبة الألباندا دي اللي بيعملوها بيبقوا هم اللي عملوا الجريمة. انت اللي عملت الجريمة دي. والله العظيم ما انا ياما. في ايه ياما اللي حصل؟ طب واحنا نقدر نساعدك بايه؟ قول لنا بس ايه اللي حصل ياما. اللي حصل موضوع كبير ما تسكتش عليه ابدا. في ايه ياما؟ هستحمى بكره. مباهج اصحي. ايوه ايوه بلتي. ايوه الكاشف الاول. كشف انا هفضحكم يا خونة. كشف ياما. في ايه ياما؟ ما اسمعش صوتك. انت اللي عملت هلفط هتتشلفط. امسك اكشف على اخواتك. حاضر ياما. اتفضل. لا حلوة بنت الحمار. ده بيعمل ايه شوية؟ حرامي. ايه انت بقى؟ بلا مسخرة وقلة أدب. حاضر ياما. وأنا واقفة؟ وأنا واقفة؟ حاضر ياما. ايه يا زمارة في ايه؟ استنى. حرامي. مش انا. حرامي يا اما. لا يلا مش انا يلا. طلع اللي في جيبك يا عسلية. الفلوس يا طالع. اه ماشي يا زمارة. ايه اهو. ايه ده؟ مش قلت لي ما معكش فلوس يا عسلية يا كذاب؟ مفيش حاجه يا اما دي فلوس. هو البتاع ده بتاع ايه؟ ده بتاع كشف الكذب. كشف الكذب؟ ايوه. كشف الكذب ازاي يعني؟ ايوه. والزمر ليه عند اخوك؟ عشان كذاب قال لي معهوش فلوس ياما وطلع معاه. لا ياما ده اللي بيبقى لو في حاجه معدن يعني في جسمك هو ده اللي بيبينها. اه غبيه. ده اللي بعتك تجيبيه؟ معادن ايه؟ ما لقيتش غيره. يا شيخ اسكتي. اه الحكايه مش حكايه معدن. اي نعم الناس معادن والمعادن السافله بتبان غير المعدن الاصيل، ولكن الحكايه كلها مشاعر. مشاعر واحساس بالحرمان من حاجه بتحبها. حاجه بتخش جوه القلب ما بتطلعش تاني. ايه ياما في ايه ياما؟ انت تعمل لنا فيها نظار قباني. عرفتوا منين ده؟ ايه ده يا كلب؟ اسمعوا. هاي انا ما تسرقش في بيتي ولا هتربطكوا على السلم هتناموا جنب القطط والكلاب الكهربانه بره عشان انتوا زيهم. انا اتسرق مني. ايه ياما؟ طيب فاهمينا ايه اللي اتسرق واحنا هنقول لك. حتى بني صوت صغير. مش قلت لك هي مدمنة وانت ما صدقتنيش؟ يا لهوي يعني هنوديها مصحة؟ ما بحبش تتشوشوا مع بعض وانا واقفة. تتشوشوا مع بعض معناه ان انتوا بتتكلموا عليا. تتكلموا عليا يبقوا بتخططوا عايزين تعملوا جريمة تانية. ايه يا اما في ايه؟ انت تعملنا فيها فاطمة عيد. اخرس. فاطمة عيد دي كانت واحدة من الكورال ورايا زي ما انت كنت بتطبل ورايا يا كلب. انا مش عايز اسمع صوت حد فيكم. كل واحد يلزم حدوده. حدوده اتنرفزت. محتاجة جرعة يا عيني ياما. انتي يا نايمة انتي. نعم. هاتي المكتشف التاني. اتفضلي. يلا انا هعرف مين الجاني. امسكي. امسك. امسك.
صبي لي يما. اصب لك ايه؟ صب من دمك لو طلعت انت عامل حاجه سكرت. طب دي هنعمل بيها ايه يما؟ اصبري على رزقك يا حلنجيه. انا ماليش في التحليل، انا عايزه ايه؟ اتخمدي وانت واقفه زي الحسنه الكلبله، ولا انت محصله حسنه ولا ضفادع؟ يا لهوي يما، انت هتخلينا نحل العيب كده؟ طبعا لا، ما فيهاش عيب. دي العيب ان انا اتسرق في بيتي من اولادي فلذات كبدي. قولي لنا ايه اللي اتسرق بس يما؟ مين فيكم اللي سرق الشوكولاتايه يا كلبه؟ بس ما تقولي الشوكولاتايه دي كانت حته قد كده. ايه ده؟ ايه ده؟ وانت ازاي عرفت انها حته قد كده؟ ايه ده؟ هو انا كده اعترفت؟ طبعا من غير ما تاخد قلم واحد في الحجز. الله عليك يا امبابا باشا.